مين على سيا أقلال تلغلم بناقي بين شو شو أخا أقلال تلغلم ما بقاش بزاف هاد الحولي هذا كبروا لي الضفار ديالو هذاك الحولي ضفاره قداش نومه خاصة نقطعهم ليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني وأخواتي متتبعي قناة تربية الغنم في شمال إسبانيا أبو علي حياكم الله أينما كنتم اللهم غيثنا غيثا نافعا تحياتي للجميع نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير بابي كما كتشوفوا رحنا بدلنا الغنم دابا وهذه هي البلاد اللي كنا كنتسناو باش تعطيها لنا الدولة باش ندخلوا ليها ندخلوا ليها الغنم كانت خرجات ليها الغنم شي شهرين هذه بحال هكاك وكلات منها شي شوية هي ومول هاد البلاد هذه طلب الموالين الشركة طلب ليهم واحد 36000 اورو باش يخلصوا ليه هاد البلاد هذه لا بغى يدخلوا ليها الغنم وظهر الحق وزهق الباطل ها هي الغنم داخل البلاد دابا بلا ريال بلا نص جاوا لاصورانات شافوا البلاد لقاو الغنم ما كلات حتى حاجه وما دارت حتى ضياع عير الجو اللي دار الضياع مني كان طاح داك الثلج هو اللي ضيع الخضره والغنم كانت خرجات من هذيك القنطره هي اللي ليه ولكن الحمد لله تحكمت على الغنم بالبراءه وهي دابا دخلت البلاد باش تاكلها والخير راه موجود وحنا سايرين كنفزقوا الله اشترى من البارح مزقات ما شاء الله وكاين حتى الريح طبي شو هذا راه واي الله جيت انا عند الغلم كنت راني خارج هاد النعجه هادي راه فيها مسكينه الحجر في الرجل ديالها عيلة قاد الوقت وغادي نشدهم نقلبهم وهاد النعجه هادي مسكينه راه هي طارحه وهذه هي مسكينه حتى هي تكرفسات كاع ما داوهاش فيها كاع مسكينه شوفوا الضرع ديالها كي ولا وواحد النعجه اخرى مسكينه حتى هي راه هي شوفوا الضرع ديالها حتى هي ولا بحال هذه لا اله الا الله محمد رسول الله هاد البكمه هذه لا ما ردش ليها الانسان البال راها تمشي فيها كامله مسكينه ها هي النعجه هذه مسكينه ما بقاش كاع قدرة تنوض صافي دابا مشات فيها هذه تاخر عليها الوقت كيتوي 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 لا اله الا الله محمد رسول الله بالنسبه للانسان اللي يكون كيراعي الغنم ضروري خاصو يحذيها وتكون عنده التجربه ضروري تكون عنده التجربه وبالاخص الا كانت الغنم بزاف احنا غبنا عليها عير 13 يوم شوفوا اشنو وقع ها وحده مسكينه طايحه هنا ورا الاخرى طايحه لهي وها وحده هي مسكينه طارحه والاخرى راه هي فيها الحجر في رجليها لا اله الا الله نتمنى من الله التعاون مع هذه البكمه هذه ديما تكون بخير وعلى خير ونسجلوا لكم واحد الفيديو ان شاء الله باش تشوفوا البهايم كيفاش ولاو الحمد لله ولله الحمد راهم مزيانين غير خاصهم العنايه وصافي راهم مزيانين والماكله راها موجوده دابا حنا غنديروا لهم هذه البلاد هذه كامله ان شاء الله بحول الله ماشي باتوا فيها اليوم واخا كتشوفوا راه كاينه الشتاء ولكن ماشي مشكل الدنيا هانيه غير الانسان خاصو يرد البهايم البال وصافي ضروري ما يرد لهم البال ويرعاهم تبارك الله عليكم حنا كاع فزقنا حنا كاع فزقنا راه الشتا تبارك الله خير موجود ولله الحمد ما شاء الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر على هذا الجو هذا ما شاء الله وهذا الشتا هذه راه خاصه البهيمه هذا الشتا هذا الا ما كانت الشتا راه ما غيكون لا ربيع لا والو الله اجيت من عند الغلم تبارك الله ما شاء الله اني جيت معايا الجديان البريكولي راني حاط لهم العلف هنايا كما شفتوا البارح والشتا راه باقا ما زقاتش من البارح سبحان الله العظيم راه باقا الشتا خدامه تبارك الله ما شاء الله وهما الجديان حتى هما راهم توحشوا البروكولي وجدت لهم البريكولي كياكلوه دابا وراه ما كيدير لهم والو مازال ما درت لهم الحقنه لا والو
على حسب المرارة. غادي نتكلم مع الطبيبة ان شاء الله باش ندير لهم الشوكة ان شاء الله بحول الله على حسب المرارة باش ما يضرهمش الربيع، باش يبقاو في صحة جيدة ان شاء الله. خاصني نزيد عشي جدي اخرى ان شاء الله تكون كبيرة شوية بحال جدي. جدي راه كبير ما شاء الله، والجدية خرجت لي صغاورة، خرجت من سلالة صغيرة. تبارك الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكما شفتوا الحمد لله راه البلاد اللي كان مدائع عليها مول الشركة وواحد الشركة اللي عنده الخضرة، بالله راه خرجت ليها الغنم في الليل وكلاتها وتكرفست عليها، وخاصو يخلص شي 36 ألف أورو. والحمد لله دابا راه لاصورانسات جاو تمايا وداروا العبارات ديالهم وحسبوا وقادوا مع روساتهم، لقاو الغنم راه ما كالت والو كاع نهائيا. بالنسبة للخسارة، الخسارة كاملة كانت ديال الثلج، هذيك العاصفة الثلجية اللي كانت ضربات هي اللي دارت هذيك الخسارة كاملة للخضرة. أما الغنم ما عندها تا ذنب مسكينة. وتحياتي لكم، كما شفتوها راه هي دابا صافي، راه عطاونا الإذن باش ندخلوا ليها. إوا راه دخلنا ليها الغنم، راه فيها دابا في هاد الشتا هادي، واخا تا جينا للدار فاسقين، دابا نمشي نبدلو إن شاء الله باش ندوشو على ما لعل وعسى ما يضربناش البرد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتمنى من الله تكونوا في صحة جيدة كلكم، ونتمنى من الله يدخل علينا رمضان بالصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. اللهم وفقنا للخير ووفق الجميع. تبارك الله ما شاء الله، الجديان راهم خدامين، عزيز عليهم هذا البريكولي هذا، حتى الغنم كذلك، حتى هي عزيز عليها البريكولي بزاف. الجدي راه ماضي في الماكله تبارك الله، والجديه شويه وصافي. الحيوانات تا هما راه كاين اللي حداه الماكله موجوده وما كيبغيش ياكلها، وكاين اللي كياكل مع راساتو مع اللي في راساتو باش يكبر. الجديه هي راه خدامه، ها هي عندها الدغيمه صغيره وراه كدير الدغمه صغيره. هذا ابو راس هذا تبارك الله عليه. هاشكي فرحان ها؟ ناشط. تحياتي للجميع، تهلاو فلوسكم ونشوفوكم إن شاء الله بحول الله في شي فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.